بسم الله الرحمن الرحيم، حنتكلم اليوم إن شاء الله في موضوع جديد من مواضيع الـ AI الـ Machine Learning، تعلم الآلة. كنا تكلمنا يعني بشكل بسيط عنها قبل هيك، حكينا إنه يعني من أساسيات مساقنا، مساق الـ AI، الذكاء الصناعي، هو تعليم الآلة يعني كيف تتصرف، أو كيف تصنف مثلا مجموعة بيانات، أو كيف تعطيني رياكشن أو أكشن معين بناء على مثلا معلومات سابقة كانت موجودة عندها، أو بناء على إيش السنسور تبع هذه الآلة، شو اللي أخده بناء عليه، كيف حيتصرف، إيش حيعطيني أكشن. يعني تكلمنا عن المواضيع هاي بشكل بسيط أو كمقدمة في تشابتر 2 اللي هو كان عن الريشنال ايجنتس. اليوم إن شاء الله حندخل بشكل مفصل في المشين ليرنينج، حنعرف ايش هو الماشين ليرنينج، ايش المحفزات اللي خلتنا نتجه للماشين ليرنينج، ايش التحديات اللي واجهتها، وايضا ايش الانواع او الاقسام تاعت الماشين ليرنينج. بداية طبعا هنا بحكي لنا هذا الشكل تقريبا شفناه برضو في الريشنال ايجنت، انه ايجنت معين بدنا نبرمجه. احنا عارفين انه الايجنت في النهاية بدور على فانكشن اللي هي دالة تعلمه كيف يتصرف بناء على طبعا inputs معينه، هو هيعطيني output. طب بناء على ايش هيعطيني output، او كيف هيشتغل؟ طبعا اكيد حيكون في عنده function هو شغال على اساسها. في عندي اكثر من agent، تتذكروا اخذنا اكثر من نوع agent، في agents simple ما لها علاقه باي knowledge مسبقه، في agents لا تطلع على ايش الخبره السابقه اللي كانت موجوده عنده، وبالتالي بروح ببني عليها وبيعطيني output بناء على هذه الخبرات السابقة. اللي بدنا نعرفه اليوم إحنا إنه المعرفة السابقة أو الخبرة السابقة هذه هي اللي بتعطيني حاجة اسمها learning agent، اللي هو agent بيتعلم من المواقف أو الخبرات السابقة اللي هي البيانات تعتبر، وبناء عليها بيبني معرفة معينة. فأي input بيجي بعد هيك بروح بعطيني output بناء على هذه المعرفة، هذا بنسميه learning. اوكي، بشكل بسيط هنا رسم لنا الانفايرمنت اللي هي ايش بناخذ منه انبوتس عن طريق السنسورز زي ما شفنا قبل هيك. ما بيحكمش فقط بناء على ايش بياخذ من الانفايرمنت، لا هو بيحكم كمان بناء على نوليدج معين. يعني هو اخذ من السنسورز اوكي، بس بعد هيك برضه حيعتمد على النوليدج الموجوده عنده من قبل، بحاول يعمل عملية learning، وبالآخر طبعا بيكون في عندي experiments تجارب، زي ما حكيت تجارب سابقة، معرفة سابقة، بيانات سابقة، كل هاي التجارب والبيانات والمعرفة بيستخدمها بحيث انه في النهاية يعطيني performance معين، يعطيني action عبر الactuators طبعا، وفي النهاية هيك انا باخذ الoutput من الagent. يعني الهدف من هذا الشكل بشكل عام انه بدنا نعرف انه learning agent لا يعتمد فقط على السنسورز، وانما بيكون في عنده كمان اعتماد على الفيدباك. يعني في عندي تغذية راجعة او سابقة او معرفة سابقة بيستفيد منها. شو هي الماشين ليرنينج؟ طبعا هي يعني مجال في الدراسة بتمكن الكمبيوترز انها تتعلم بدون طبعا ما نبرمجها بشكل explicit، يعني بشكل ظاهر او بشكل مباشر. فاذا احنا يعني بنعطي الكمبيوتر او الآلة مجموعة من البيانات ومجموعة من الاوتبوتس، تمام، وبناء عليها الكمبيوتر او الآلة تحاول تتعلم انه اذا كان الانبوت كذا كذا فهو معطيني اوتبوت كذا، فاذا انا هيك كونت معرفة معينة. فبالتالي اي انبوت جديد راح يجيني بروح انا بتطلع على الانبوتس اللي قبل وبشوف وين كنت اوديهم، فبناء عليه بودي الانبوت الجديد. يعني اتمنى تكون الفكره وضحت. يعني فيكون عنده تصنيف، خلينا نقول مثلا تصنيف مسبق، فبالتالي اي انبوت جديد بيجي بصنفه بناء على التصنيف المسبق الموجود عنده، ما بيحتاج انه يتبرمج من اول وجديد. يعني لكل نوع انبوت يكون في برنامج او داله خاصه هي اللي بتصنفه، لا هو بيعتمد على learning او على معرفه سابقه. ليش بنحتاج الماشين ليرنينج؟ بنحتاج لاكثر من سبب. اول حاجه طبعا بنحتاجها عندما لما يكون ما عنديش اي خبره عند البشر في مجال معين، تمام، زي مجالات الفضاء او الامور هذه الغامضه شويه،
احنا ما عندنا اي خبرة سابقة عنها، فبالتالي بنحتاج او بنضطر نستخدم الماشين ليرنينج، انه انا اغذي الماشين تبعتي بمجموعة من الانبوتس والاوتبوتس تبعتها، وبالتالي اخلي الماشين هي اللي تحاول تعمل تصنيف معين او تعمل اكشنز معينة بناء على الانبوتس اللي دخلناها لإلها. كمان بنحتاج الماشين ليرنينج لما يكون البشر غير قادر على اللي هو اكسبلينينج، شرح او تفسير خبرة معينة عنده. يعني هو عنده خبرة في مجال ما، لكن ما فيش امكانية عند الانسان او الشخص هذا انه يحول او يفسر هذه الخبرة الى برنامج مباشر ادخله على اللي هي الماشين، وبالتالي تعطيني اوتبوت مباشر. اذا هو ما عندوش، زي ايش مثلا؟ ما اعطيني سبيتش ريكوجنيشن. يعني احنا كلنا لما بنسمع خطاب معين او نص معين، عفوا نسمع فويس اوديو معين، قادرين انه احنا نفسره او نحوله لتكست او نتعرف على هذا الصوت. خلينا نقول اتعرف هذا صوت مين. لكن بعض الاحيان يعني البشر خطاؤون زي ما احنا عارفين، فبالتالي ممكن يخطئوا في تفسير او في معرفه هذا صوت مين، سبيتش. تمام؟ بالتالي احنا ممكن نستعين بالاله، الاله حتكون ادق من البشر في هاي الحاله، لانه هي مبرمجه في النهايه، مبرمجه اذا كانت نغمات الصوت 1 2 3 فهي لا حتكون لفلان، والا حتكون لشخص اخر، وهكذا. او بتحاول تقرب. طب احنا حتى التقريب كبشر ممكن نخطئ فيه بشكل كبير، فبالتالي الآلة في هاي الحالة حتكون أدق وأفضل في الأداء. Amount of data is too large. ممكن تكون عندي كمية داتا كبيرة جدا، فبالتالي طبعا حيكون في عبء وجهد كبير على البشر إنهم يعملوا لها analyzing أو تحليل. في هاي الحالة طبعا نضطر نستخدم الآلة، زي مواضيع data mining بكل أشكالها. بيكون طبعا زي ما انتم عارفين يعني كمية كبيرة من الداتا محتاجة نعملها تحليل شامل، فحتكون بتاخد وقت كتير كبير من البشر لو عملوها. Prediction of new data اللي هو توقع لداتا جديدة. تمام؟ بنحتاج الماشين ليرنينج في توقع اللي هي خلينا نقول استشراف، مثلا ممكن نقول المستقبل. يعني احنا عندنا مجموعة من الخبرات السابقة بتمكننا انه احنا نتوقع شو ممكن يصير في مثلا في البورصة مثلا. يعني سوق البورصة بشكل اساسي بيعتمد صح على الانبوتس، على اللي هي الواقع او الاحداث الجارية كتير بتأثر عليه، ولكن ايضا بشكل اساسي بيكون طبعا معتمد على الخبرات السابقة او المعارف السابقة. فعشان نتوقع احنا حاجة هيك جاية، سواء كان في الأرصاد الجوية أو في البورصة أو في الأمور هذه المشابهة، بنحتاج أكيد لتحليل كمية كبيرة من الداتا. في هاي الحالة أكيد حنحتاج الماشين ليرنينج أفضل وأدق من البشر. بعض المهام طبعا يعني ممكن نتعلمها بالبراكتسينج، يعني بالممارسة المتكررة. فطبعا الإنسان البشري صعب جدا إنه يمارس مثلا نفس الشيء أو نفس العملية مثلا في خلال ساعة واحدة مثلا مئات المرات، عشان يقدر يطلع بنتيجة معينة أو بقانون معين، أساس أنه هذا القانون خلص يصير قانون مثبت لأنه تم ممارسته أو تم تطبيقه مئات المرات. أنتوا عارفين أن العلماء لما بتوصلوا لنظريات معينة أكيد بتكون يعني نتاج سنوات طويلة من التجارب والخبرات والممارسات، بياخذوا وقت كبير فيها، لانه ما كانش ببساطه في عنا الالات اللي ممكن تعمل هاي الشغله. فاحنا ممكن لا نخلي اله هي اللي تتعلم وهي اللي تعمل البراكتسينج او الممارسه، عشان في النهايه نوصل لنتيجه او نظريه او قانون معين مثلا. تمام؟ في هاي الحالات الاساسيه يعني الاكثر شيوعا اللي بنحتاج فيها الماشين ليرنينج. طيب الاندكتيف ليرنينج اللي هو يعني ممكن نسميه حاجة هيك مشابهة للماشين ليرنينج، لأنه في استدلال، في استقراء زي ما حكينا. إن احنا في النهاية بدنا تارجت فانكشن، بدي أدور على فانكشن. الفانكشن هذه هي اللي حتساعدني إنه أي انبوت بيجيني مباشرة أنا بطبق عليه هاي الفانكشن فبيعطيني الأوتبوت اللي أنا بدي إياه. لكن المشكلة إنه أنا يعني مش شرط ألاقي الفانكشن تكون specific أو مخصصة لنوع معين من التطبيقات اللي أنا محتاجها. يعني
مش أي تطبيق ممكن أجيب له فانكشن تعطيني 100% النتائج تكون يعني مظبوطة. فالهدف هنا إنه إحنا نحاول نلاقي أقرب فانكشن معينة بحيث إنها تعطيني أعلى performance ممكن. إذا بشكل عام الماشين ليرنينج، الداتا مايننج أو النيورال نتوركس، كل أنواع الخوارزميات أو المواضيع الأساسية في الاي اي، بنلاحظ إنها ما بتعطينيش، عمرها ما بتعطيني دقة 100%. هي بتعطيني اللي أنا بجيب، بضل أجرب لحد ما أجيب أعلى نسبة ممكنة أقدر أحصل عليها، وبالتالي بقول آه هذه هي الفانكشن اللي أنا ممكن تفيدني في التطبيق تبعي. أوكي، ممكن ناس تانية تكمل تجارب وتطبيق ممكن تجيب أعلى، أو ممكن تجيب أعلى، لكن أنت عاد يعني حسب ما التطبيق تبعك. يعني في التطبيقات مثلا التعليمية مش محتاجة نسب تكون 100% ولا 90% حتى، يعني في نسب مرضية بنسميها خلاص أنا بتوقف عندها. لكن كتطبيقات طبية على سبيل المثال مش مقبول فيها نسبة الخطأ تكون كبيرة نوعا ما، فبالتالي لازم، عشان هيك بتاخد طبعا أبحاث ووقت طويل جدا في البحث عشان يوصلوا ل، خلينا نقول، نسب خطأ نوعا ما مقبولة أو ما بيكونش فيها خسارة كتير، زي إحنا الآن عايشين في موضوع اللي هو كورونا، وشايفين كيف لحد الآن يعني المصل أو اللقاح بيحاولوا يطوروا فيه، لكن فيه لسه لحد الآن في طبعا نسب خطأ. طيب إذا البروبلم أو المشكلة الأساسية إنه إحنا نلاقي اللي هي الفانكشن، الفانكشن نسميها اتش، الاتش حتكون قريبة للإف زي ما حكينا، بدي أجيب أقرب فانكشن تكون للإف. طبعا كيف أنا هجيب فانكشن؟ أكيد حيكون معطى لإلي تريننج سيت، مجموعة من البيانات بسميها تريننج سيت. هذه المجموعة من البيانات بستخدمها للتريننج، وتدريب، بدرب البيانات، بدرب الماشين عندي انه بدك تعملي فانكشن اساس بناء على التريننج سيت هذه، على هذه البيانات، عشان لما تجيني اي داتا جديده خارج هذه السيت او خارج هذه المجموعه اقدر انا كماشين طبعا انه اصنفها او احط اعطيها اوتبوت مناسب بناء على الفانكشن اللي احنا وصلنا لها. الهدف هنا ان احنا نجيب اقل نسبه ايرور او اقل نسبه خطا في الفانكشن اللي بندور عليها. طبعا لازم يكون عندي نوليدج، وبكون في عندي اكزامبلز معطى. هنا معطيني شكل سريع بس بحكي لنا لو عندي مجموعة من النقاط، لو يعني تخيلنا انه هذه هي التريننج سيت، هي معطيني مجموعة من البيانات وقالنا هي عندك الاكس اكسس محور اكس وهي محور واي او الاف ممكن نسميه. بدنا نحاول نجيب اقرب فانكشن اللي هي لو اعطيتها اي نقطة اكس هي تروح تعطيني الواي الصحيحة لإلها، تمام؟ فبدنا نحاول نجيب اللي هو فانكشن معينة. طبعا يعني هذا الشكل بيوضح لنا انه ما بنقدرش نجيب فانكشن 100% انها تعطيني كل الداتا هذه بالشكل مرسوم هنا قدامنا. بمعنى اذا انا اخترنا فانكشن، اذا عفوا اخترنا فانكشن عبارة عن خط مستقيم، هنلاحظ انه الخط المستقيم مستحيل يمر بكل النقاط مرة واحدة، تمام؟ فهو حيمر مثلا بمجموعة من النقاط. طب هل أنا حقبل إنه هاد تعتبر ايرور بعيدة شوية؟ طبعا ايرور بنسبة معينة، هذه الايرور أكبر فيها شوية، هل تطبيقك حيقبل نسب الايرور هذه ولا لا؟ إذا قبلها كان بها خلص، تعتمد إنه هذه هي الفانكشن اللي أنت حتعتمدها في هو الاستخدام القادم لأي انبوت حتجينا بعد هيك. إذا لا ممكن يضلك تجرب، هاي في مثلا محاولة أخرى عملنا خط منحني، طبعا كل خط من هاي الخطوط في له فانكشن، له معادلة معينة. الخط هذا الثاني المنحني برضو بنلاحظ انه ما بيمر بكل النقاط، في نقطة بعيدة شوية، هل مقبول عندنا الايرور؟ طبعا هذا طبعا الايرور هنا هيكون اقل من الايرور اللي كان قبل شوية. طب هل هذا الخط يعني احنا متوقعين اي نقاط بعد هيك حتيجي حوالين الخط ولا يمكن النقاط بتيجي ابعد؟ هذا الكلام برضو لازم يكون حاطينه بالحسبان، تمام؟ في كمان محاولة هنا انه جاب لنا دالة بتمر في النقاط اللي هي كلها زي ما انتم شايفين، لكن يمكن احنا هيك نكون خسرنا النقاط اللي فوق مثلا هنا مثلا، فاحنا بدنا نكون يعني عاملين نسبة
انه طبعا انه التريننج سيت هذه هي تريننج سيت. طبعا في عندي كمان بنسميها تيستينج سيت، في مرحلة اختبار. مرحلة الاختبار برضو بندخل فيها بيانات او داتا، وبنحاول نشوف هل الخط اللي احنا رسمناه بيمشي معاها ولا بيمشيش معاها. اذا مشي معها واعطاه نسبة خطأ قليلة خلص بنعتمدها، اذا لقينا لا بعد مرحلة الاختبار انا بحكي، اذا لقينا انها بعيدة برضو كتير عن النقاط اللي بتكون في التستنج فانا لا بشيل هذه الاحتمال وبدخل على احتمال اخر. طبعا في رسومات كتير، حتى في كمان الرسمة هذه زي الزجزاج عاملها بحيث انه يمكن تغطي المنطقة هاي والمنطقة هاي. طبعا هذه مش منطقية، هذه مش فانكشن اصلا، حنلاقي فيها مجموعة كبيرة من الفانكشنز. في النهاية بده يوصل لنا انه ما فيش حل واحد لكل النقاط، وانما احنا بندور حسب تطبيقنا على اقرب فانكشن ممكن تعطيني اقل نسبة خطأ. هذا هو بالمجمل اللي احنا بدنا اياه. ايش هو المقصود بالليرنينج او بالتعلم او بالتدريب؟ اللي هو writing algorithms that can learn patterns from data، انه احنا بدنا خوارزميات تحاول تتعلم اللي هي كيف سلوكيات او كيف النماذج الموجودة من الداتا نفسها. يعني احنا ما بنحط برمجة زي ما شفنا قبل في الخوارزميات اللي اخذناها في الانفورمد والانفورمد سيرش وحتى الجيمز، هذيك كان في اكواد مكتوبة كيف تمشي الجوريثم معينة في عملية السيرتشنج مثلا. هنا لا، الوضع بيختلف، هنا احنا بنخلي الالجوريثم نفسها هي اللي تتعلم من خلال الداتا المعطى. انا بعطيها داتا وبقول للالجوريثم بدك تضلك تتعلمي من هاي الداتا لحد ما توصلي لنموذج معين ممكن تعتمديه، وبالتالي هذا النموذج يعطيكي اقل نسبة خطأ. هاي الالجوريثمز بالعادة بتعطيني statistical model اللي هو نموذج احصائي زي ما شفنا قبل هيك، يا خط مستقيم يا خط منحني يا اما خطوط يعني متداخلة ببعضها whatever. في النهاية بتعطيني نموذج احصائي. هذا النموذج طبعا هو عبارة عن good approximation، يعني تقريب جيد لجميع الداتا. لو عندنا مثلا هاي مثال، عندي داتا بهالشكل بدي استفيد منها عشان اعمل اللي هو نموذج احصائي سواء كان خط مستقيم او منحني او الى اخره. طبعا هو هنا ملاحظ انه الداتا يعني حوالين بعض، طبعا ابسط حاجة هي الخط المستقيم، فحاولت الخوارزمية انها تعمل خط مستقيم بحيث انه الايرور هنا مش كتير كبير حيكون عندها. بعد هيك بتبدأ تشوف النيو انبوت فاليوز، هل النيو انبوت فاليوز هل بيجوا حوالين الخط ولا لا. لقت انه فعلا يعني في فاليوز بتيجي على الخط في ابعد شوية، فلقت انه هنا في النهاية الخط المستقيم هذا اللي اقترحته من البداية هو يعني تقريبا اقرب نموذج احصائي ممكن تعتمده ومعطيني اقل نسبة خطأ. طيب ايش التحديات اللي بتواجه الماشين ليرنينج؟ اكيد في تحديات، يعني الموضوع مش بهالبساطة، اكيد في تحديات معينة. اهم تحدي هو الهاي دايمنشنز. هاي دايمنشنز يعني لو كانت عندي الداتا، الداتا يا جماعة مش شرط اي داتا تكون بس فيها اكس واي، يعني اللي هو الاحداثيات اكس واي او سين وصاد، لا ممكن يكون عندي نموذج مثلا 3D او 4D. احنا بنتكلم عن يعني داتا من اي نوع كان، فممكن تكون زي مثلا التطبيقات الطبية يعني بيعطيني مثلا خلينا نقول اختبار الجينات. اختبار الجينات فيها كمية تفاصيل في البيانات نفسها، dimensions ابعاد، يعني اشي يعني مش طبيعي، تمام؟ فبالتالي هذه بنسميها كومبلكس. كل ما كانت كومبلكس اكثر كل ما كان طبعا الماشين ليرنينج تبعها يكون اصعب، بياخذ وقت كبير جدا. الهاي دايمنشنز داتا بتاخد ميموري كتير وبتاخد تايم كتير في البروسيسنج، عشان هيك في اختبارات معينة وفحوصات زي ما انتم عارفين بتاخد وقت كبير، يعني بدها اسبوعين اشهر عشان تطلع معنا نتيجة فحص حاجة معينة. هذا راجع لانه الداتا بتكون هاي دايمنشنز، زي مثلا زي ما حكينا هنا الدي ان ايه مثلا، الدي ان ايه فحص الدي ان ايه بياخد وقت كبير عشان بيفحص ابعاد كثيرة.
تحدي آخر هو choice of statistical model. أحيانا بكون عندي عشان أختار أفضل نموذج إحصائي بكون عندي يعني أكثر من نموذج كلهم ماشيين معانا، يعني بيمشوا بيعطوني نتائج مقاربة من بعض، فالاختيار الأصح هذا ممكن يعني يشكل أحيانا حيرة في الألغوريثم نفسها. لكن طبعا في النهاية الفيصل في هذا الكلام لما نفوت على مرحلة التستنج اللي مرحلة الاختبار ممكن توضح أكثر. يمكن أنا أعمل تيستينج على 3 نماذج وأشوف مين أفضل واحد فيهم بيعطيني نتائج وبالتالي هو أعتمده، لكن المرحلة الأولى اللي هي طريقة اختيار أفضل نموذج فيهم هذه طبعا بتعطيني تحدي معين عشان أختار الأفضل. وطبعا هذه ممكن تشكل لي مشاكل معينة من ضمنها الأندر فيتينج أو أوفر فيتينج، هنحكي عنهم إن شاء الله لقدام. تحدي كمان اللي هو النويز اند ايرورز، معروف انه فيش داتا يعني خاليه من النويز او خلينا نقول الضجيج او ازعاج او تشويش، خاصه لو كانت الداتا هذه ديجيتال. النويز هذا طبعا بياثر كتير، يعني احيانا ممكن تكون جياني داتا، خلينا نشوف هنا مثلا، يعني الداتا هذه في بدايتها اللي هم زي ما انتم شايفين هذه الداتا سنه طبيعيه، هاي الداتا ممكن تكون اصلا جياني من نويز، يعني هي بالخطأ جاية هنا، اجت هنا بناء على مثلا تشويش صار اثناء نقد البيانات او اثناء قراءة البيانات او تسجيلها، صار في عند تشويش معين بالتالي طلعت الداتا اصلا هي ايرور. طيب هاي الداتا صرت مسجلها، فمقدرش انا اتجاهلها اروح ادور على تريننج او اعمل تريننج على بس الداتا اللي هنا اللي حوالين بعض، طب ممكن هذه تكون هي اصح منهم كمان، فاحنا هيك بين نارين زي ما بيقولوا، انا مش عارف هذه حتكون نويز ولا هي اصلا من الداتا الاصليه، فعشان هيك بتشكل لنا تحدي كبير جدا كمان اللي هي النويز والايرورز. النويز والايرورز لها اكثر من نوع، في عندي نوع اسمه اوتلاير زي ما انتم شايفين هنا، هي عندي مجموعه من الانبوتس وطبعا بتعطيني اوتبوتس معينه، في شايفين الاوتبوتس قريبه من بعضها ما عدا عندي هنا شايفين يعني اوتبوت بعيد جدا عن اللي هي الاوتبوتس التانيين، هذا بنسميه اوتلاير تمام، اللي هو بعيد عن الريست اوف داتا باقي الداتا. بينما في عندي مصطلح تاني اسمه انلاير، الانلاير ممكن نسميه لوكال اوتلاير. شو يعني لوكال؟ يعني محلي، يعني هو اوتلاير برضه يعني بعيد عن الداتا ولكن محلي، يعني مش كتير بعيد زي مين؟ زي الاوتلاير اللي شايفينه هنا، فهذا بنسميه انلاير تمام. هذا ليش سميناه انلاير؟ ليش فرقناه عن الاوتلاير؟ لان الاوتلاير يعني واضح انه هو عباره عن نويز او ايرور معين، يعني كلهم قريبين من بعض ما عدا هو، فمش كتير بناخده بعين الاعتبار، بينما او مش كتير بياثر على النتائج، بينما الانلاير لا ممكن يأثر على الداتا، ممكن تكون هذه صحيحة فبنسميها ان لاير. من التحديات كمان انه ما يكونش عندي اصلا كمية كافية من البيانات من التريننج داتا، يعني انا داخل على موضوع محتاج فيه تريننج لكن ما جمعتش داتا بشكل كافي. وطبعا يا جماعة كل ما كانت كمية الداتا اللي بندخلها في عملية التريننج كل ما كانت اكبر، كل ما أخذنا دقة أكبر وكل ما الايرورز كانت أقل، فلما تكون الداتا غير كافية هذا بشكل لي تحدي لأنه مش هيعطيني تقريب مناسب اللي هو الهدف اللي احنا بدنا إياه. التحدي الأخير اللي بحكي فيه هنا اللي هو الفيتشر اكستراكشن ان باترنز. إيش يعني فيتشر اكستراكشن؟ استخراج الخصائص، يعني أكتر يعني مجال نستخدم فيه استخراج للخصائص اللي هو ايش؟ الايمج بروسيسنج، عشان هيك هي تعتبر يعني مش نقول من اصعب، هي من اعقد المجالات في الاي اي، اللي هي بنحاول مثلا نعمل تعرف على صوره معينه، نتعرف على مثلا ممكن نقول لون معين، مرض معين موجود على من خلال صوره، يعني المهم انا بدي استخرج شغله معينه من صوره. الآن الصورة هذه يعني بنفعش الآلة تدرسها بشكلها زي ما انتم شايفين زي هيك، لا لازم تقسمها لأقسام وبعد هيك تصير قسم قسم تحاول تشوف
ايش الفيتشرز المشابهة بينهم بين بعض، يعني بتدخل في دايمنشنز وفي امور كتيرة جدا. هذا بنسميه ايمج بروسيسنج. هذه احد التحديات اللي بتواجه الماشين ليرنينج، انه احنا عندنا مجموعة من الفيتشرز بدنا نحاول لسه نستخرجها من مجموعة من البيانات، الصور. يعني زي هنا انا عندي البيانات واضحة، هاي عندي الاكس وهي عندي الواي او الاف اوف اكس، كل نقطة معروف الاكس ايش الها والواي تبعتها. لكن هناك في الايمج احنا بنضطر لسه نستخرج من اللي هي الايمج نفسها، بدي استخرج الخصائص اللي انا لسه ممكن استخدمها في الليرنينج تبعي. يعني مش كل الخصائص انا بدي اياها، انا قد اكون بدور بس على العين، منطقة العين. فالجهاز لازم يحدد، يعرف وين منطقة العين ويحاول يحددها، بعدين يبدأ يستخرج من الخصائص اللي بده اياها وهكذا. هذه احد التحديات اللي بتواجه الماشين ليرنينج. المحاضرة الجاية إن شاء الله راح نستكمل في أنواع الليرنينج تايبز اللي هي سوبرفايزد وان سوبرفايزد، وآخر حاجة الري انفورسد ليرنينج. هذا إن شاء الله خلال المحاضرة القادمة.